صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على نيت صالحة. أن الله يجعل هذا الزواج زواجا مباركا في الدين والدنيا والآخرة ببركات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله المصور الأدلة في ظلم الأرحام وأن النكاح سببا لبقاء نسل الأنام وسيلة إلى اشتباك الشعوب والأقوام ما بين عند الألفة بين الزوجين أحسن النظام وجعل نظام العالم مربوطا بهذا الانتظام. أحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم الأبان وأشكره على ما أولانا من بدائع الإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل حبب إلي من دنياكم صلاة أن صلاتي وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن النكاح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لأن به بقاء التناسل ودوام التواصل. وقد قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال رسوله الأكرم وحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وباء. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباح بكم الأمم يوم القيامة. وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول الخير يكون فيه عقد أخي يوسف بن نار على أختي رشيدة بنت عبد الرحمن. فنسأل الله أن يلقي بينكم المحبة والوداد ويرزقهم الاسم الصالح من البنات والأولاد حتى يرون الأسباب والأحفاد ويوسع عليهم الرزق ويحفظهما من مكائد الخلق أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من جميع معاصي وذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يوسف يوسف يا يوسف بن نار بن نار أزوجك على ما أمر الله به من ساكن بمعروف أو تصرف بإحسان. يا يوسف بن نار أنكحتك وزوجتك مخطوبتك المسونة رشيدة بنت عبد الرحمن
mauniyata abiha alladhi wakalani bi mahdi 300 alf rupiah halan. Ahli batas bijah bi mahdi al-kuri wa raditu bihi wa Allah wali taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya rahim ya mudhib sa'idin barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakum fi khair Allahumma fadika ummana wa bi lutfika hufana wa an hada abda mubarakan ma'suma wa akibainahuma ufatan wa qararan daiman ila yaumiddin wa la tad'al bainahuma furqatan wa firaran wa husuma وَفِيهِمَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِيهِمَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِيهِمَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تُرْقِيَ بَيْنَهُمَا الْمَحَبَّةَ وَالْوِدَادَ وَأَنْ تَرْزُقَهُمَا النَّسْلَ الصَّالِحَ مِنَ الْبَنَاتِ وَالْأَوْلَادِ حَتَّى تُرِيَ مَنْ أَثْبَتَ الْأَحْفَادَ وَأَنْ تَحْفَظَهُمَا مِنْ مَكَائِدِ الْخَوْفِ أَجْمَعِينَ وَأَنْ يَرْزُقَهُمَا رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَلِفْ بَيْنَهُمَا كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا هوى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين الماء والثالث وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب لنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منكم بدر Yeah.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى أنت تحرر السطور أحمد الحاج محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا في هذا اليوم وفي الخير ونعوذ بك أن نجعلنا في سوء ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه. اللهم تقبل بلائمنا ويسر بها أمورنا وأتم بها ديورنا وبعد بها بلاءنا ونرد ذنوبنا إنك رؤوف رحيم يا رب العالمين الرحيم. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا دبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا شفعته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عدوا إلا خذلته ولا فقيرا إلا وليته ولا جافلا إلا ملكته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا لك رضاك ولنا صلاتك ما قضيتها وأجبتها في رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب لنا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عليك.
سبحان من سوى هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
رفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزكى رفيت على الحسن العبقى وتغفر لنا بجميع الحياة في ربه ربنا جميع السيئة وتغفر لنا بجميع الحياة في ربه ربنا جميع السيئة وتغفر لنا بجميع الحياة في ربه ربنا جميع السيئة
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، تشرفت المدينة، مرحبا يا خير داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. ربنا صلي على من حل في خير البقاء، واسبلي سترة علينا يا مجيبا كل داعي. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. خير من وتي أسرى المشفى في الورى، من به على الورى خير عبد مذنب. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول، الشفيع الأفضاح ومحمد عربي. خير من وتي أسرى
فسلام